أعزائي متابعي قناة روابينا، نحييكم ونبدأ معاكم أو نكمل معاكم سلسلة زراعة الفطر. زراعة الفطر بدأت بسلسلة طويلة منذ بداية زراعة البذور أو زراعة البسيليوم على حبات القمح، مرورا بتجهيز الكومبوست بمراحله الأربعة، وأيضا قبل تقريبا فترة عملنا اللي هي زراعة، زرعنا الحبات المسيليوم وحبات القمح على الكومبوست وفردناها على ستاند، وبعد ما انتهت عملية التحضين فردنا تربة التغطية. تربة التغطية الآن مفروضة لها تقريبا 10 إلى 12 يوم. كنا ننتظر بأن المسيليوم اللي موجود على داخل الكومبوست أنه يطلع أو ينمو باتجاه تربة التغطية. طبعا بهاي الفترة كانت درجة الحرارة عادي 24 والرطوبة كانت فوق 60-70%. الآن بعد أن انتشر المسيليوم على تربة التغطية، بعد أن انتشر المسيليوم على تربة التغطية بهاي الطريقة، راح نقوم بعملية الخربشة. عملية الخربشة اللي هي عملية تحريك المسيليوم أو تحريك تربة التغطية بهاي الطريقة، على أساس يعني نعمل توزيع للمسيليوم على كامل تربة التغطية، نعمل توزيع للمسيليوم على تربة التغطية بشكل يعني خفيف وليس بشكل عنيف، ولا نصل إلى نهاية يعني نصل إلى الكومبوست، يعني فقط على تربة التغطية نقوم بهاي عملية التحريك لتوزيع المسيليوم على تربة التغطية. الآن الإجراءات كما تلاحظون، طبعا احنا بلشنا عملنا دروب في الحرارة، هبوط في الحرارة من 24 إلى 17، هاي الحرارة 17 درجة وراح ننزلها كمان مرة ل 16، والرطوبة لازم ترتفع، ارتفاع الرطوبة ضروري جدا، لازم تصل إلى 90 95 95 85، عندنا 86% نسبة الرطوبة والحرارة 17، وهاي تعتبر الآن عملية صدمة للمسيليوم على أساس يبدأ بتكوين الرؤوس الثمرية. طبعا الآن لكي نحفز المسيليوم على إنتاج الرؤوس الثمرية لازم يكون الرطوبة عالية، ولازم نزيد نسبة الأكسجين. كيف نزيد نسبة الأكسجين؟ بدنا نضخ هواء من الخارج عن طريق المروحة، هاي المروحة تضخ هواء من الخارج باتجاه غرفة التربية، هاي المروحة تضخ هواء من الخارج، تضخ هواء من الخارج باتجاه غرفة التربية على أساس نعطي كمية كافية من الأكسجين للفطر على أساس يعمل رؤوس ثمرية أو نحفزه لعمل الرؤوس الثمرية. وطبعا مرورا على الزاوية تبعت فطر المحاري زي ما انتم شايفين، يعني هاي فطر المحاري شغال ما شاء الله 100% تمام، شغال فطر المحاري، هون برضو فطر المحاري شغال برضو تمام 100%، وهون برضو المحاري شغال، هاي الزاوية تبعت فطر المحاري. خلينا الآن نرجع لموضوع الأجرس. الآن بدأ ضخ كمية من الهواء، عادي بدأ ضخ كمية من الهواء باتجاه الستاند اللي هو انتشر على تربة التغطية المسيليوم،
والآن عملية ضخ الأكسجين من الخارج لرفع نسبة الأكسجين وتنزيل نسبة ثاني أكسيد الكربون، هذه تحفز الميسيليوم على إنتاج اللي هي يسموها دبابيس الفطر أو بداية ظهور الرؤوس الثمرية. كل ما عليك الآن تعمل إضاءة عادية، إضاءة عادية نيون، يعني إضاءة عادية تضخ هواء من الخارج ترفع نسبة الرطوبة. نسبة الرطوبة ممكن ترفعها بتشغيل المكيف الصحراوي، احنا نشغل المكيف الصحراوي بعض الأوقات يعني عندما تنخفض الرطوبة. الآن الرطوبة جيدة، لما نشوف الرطوبة بدها تنخفض، الرطوبة بدها تنخفض نشغل المكيف الصحراوي على أساس يعطينا، تعرف المكيف الصحراوي يعطيك هواء مشبع بالماء، هواء مشبع بالماء يعني رطوبته عالية، إضافة إلى استخدام البخاخ العادي اللي هو يبخ الماء بمجال الغرفة أو في جو الستاند بهذه الطريقة على أساس يرفع نسبة الرطوبة. يعني احنا رشينا شوية من الرذاذ ارتفعت نسبة الرطوبة، صارت 87%. هاي الإجراءات المتخذة للمرحلة اللي هي مرحلة الخربشة ومرحلة بداية الرؤوس الثمرية. الآن نحافظ على هذا الوضع، ضخ هواء، يعني بدك تضخ هواء لا يقل عن تقريبا 8 ساعات متوزعات، يعني ساعتين وتوقف ساعتين بعدين تضخ ساعتين، مش باستمرار يعني، انت حسب الجو. إضافة لرفع نسبة الرطوبة عن طريق إما عن طريق تشغيل اللي هو المكيف الصحراوي، أو إذا كان عندك اللي هي المبخرة اللي هي تعمل البخار، هاي مبخرة يسموها أو فواحة. إذا كان عندك فواحة، الفواحة موجودة عند محلات التجهيزات الزراعية، فواحة فيها ماتور يعمل لك ضباب، يعمل ضباب وبالتالي بيزيد نسبة الرطوبة، لأنه إحنا بهان بحاجة إلى نسبة رطوبة عالية، إما عن طريق المكيف الصحراوي أو على كلاهما معا. تشغل المكيف الصحراوي وتشغل البخاخة وتشغل الفواحة، لأن بدنا نسبة رطوبة عالية. لا، نسبة الرطوبة أصلا في الجو الطبيعي، في الجو الطبيعي لأن إحنا في فصل الشتاء، يعني إحنا الآن بشهر واحد، نسبة الرطوبة في الجو الطبيعي الآن فوق 70%، فوق 70%. يعني أنت بحاجة لإجراءات بسيطة جدا على أساس ترفع الرطوبة إلى 88 أو 90-95%، والحرارة تعملها دروب ل 17 وممكن تنزل ل 16 أو 15، ما في مشكلة. وننتظر بعد هذا الإجراء لمدة 4 أيام 5 أيام تبدأ الرؤوس الثمرية بالإنبات. بعد ما تبدأ الرؤوس الثمرية بالإنبات بعدين يكون عندنا إجراءات أخرى تخص الفترة التي ينمو فيها الفطر أو يظهر الرؤوس الثمرية أو الدبابيس، من عملية سقاية ومن عملية محافظة على نسب معينة للرطوبة والحرارة، وكيف تسقي الفطر. هذا راح يكون إن شاء الله في الفيديو القادم وفي المرحلة الثانية. يعني سلسلة تربية الفطر هي سلسلة متكاملة ومتشابكة، لازم تكون أنت عارف المرحلة اللي قبل هاي. ارجع لمرحلة فرد التربة، فيديو فرد التربة اللي هو قبل الفيديو هذا، وارجع لفيديو اللي قبله اللي هو فيديو الزراعة، وارجع لفيديوهات الكومبوست والبسترة وغيرها، لأن زراعة الفطر هي عبارة عن سلسلة. يعني أنت ما بصير تجي على الفيديو تبع زراعة الفطر وتسألني عن الكومبوست أو تسألني عن البسترة، لأنه أنت بدك تبدأ من البداية، ابدأ من المرحلة الأولى لزراعة الفطر اللي هي إنتاج الميسيليوم، وطبق إنتاج الميسيليوم، وبعدين ابدأ أنت بالسلسلة، يعني step by step أو درجة درجة، مرحلة مرحلة، على أساس أنت تكون ملم بعملية زراعة الفطر بشكل عام،
يعني وحدات دراسية، ما بصير أنت تروح على الوحدة الرابعة أو الخامسة وتكون أنت مش شايف الوحدة الأولى، لازم تكون درست الوحدة الأولى بعدين الثانية بعدين الثالثة بالتدريج إلى أن تصل إلى نهاية الإنتاج. هاي زراعة الفطر هي عبارة عن مراحل، مراحل لازم تكون أنت مطلع على المرحلة، مرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى النهاية. معظم الأسئلة أو أكثر الأسئلة اللي تدور حول زراعة الفطر يسألوني عن أنه ممكن أستعمل إشي غير القمح، ممكن تستعمل الذرة، ممكن تستخدم الشعير. أما الغريب يعني أنه في واحد يقول لي ممكن نستعمل الفريكة، لا يا عم الفريكة ما تزبط، الفريكة أصلا تعرضت للحرارة وشوت يعني ما تزبط. فممكن تستعمل الذرة الشعير، إنما عالميا حسب الدراسات العالمية، لأنه العالم متقدم كثير في زراعة الفطر، في أوروبا متقدمين جدا وفي أمريكا عملوا دراسات وعملوا أبحاث، لقوا أنه القمح هو أكثر إشي مناسب لإنتاج المسيليوم، ولقوا قش القمح أكثر إشي مناسب لصناعة أو تجهيز الكمبوست، قش القمح الخشن. كذلك وجدت الدراسات بأن مخلفات الدجاج هي أفضل إشي، أفضل من البقر وأفضل من الغنم أو أفضل من الحيوانات الأخرى. مخلفات الدجاج هي بعد الدراسات أثبت اللي هو مخلفات الدجاج اللاحم، مخلفات الدجاج اللاحم لازم تكون حديثة لا يقل عن شهرين عمرها، إضافة لبعض الأمور التي أثبتت بالدراسات والأبحاث من نسبة الأكسجين، نسبة ثاني أكسيد الكربون، الهواء، ضخ الهواء من الخارج. يعني بدك تعمل أنت بدك تعمل ستاندر كيف ينزرع الفطر، لأنه الفطر الأجركس إذا صار في عندك خلل في أي في التعقيم، خلل في الزراعة، خلل في الكمبوست، هذا راح يؤدي إلى فشل العملية لا سمح الله. نحن الآن نقلنا لكم اللي هي طريقة اللي هي الخربشة، والآن كيف نضخ هواء وكيف نرفع الرطوبة. الرطوبة الآن صارت 90، لاحظين الرطوبة الآن صارت 90% والحرارة 17، هذا المطلوب، بدنا رطوبة عالية في هاي الفترة لتحفيز المسيليوم أو لتحفيز الفطر أنه يعمل رؤوس ثمرية أو دبابيس الفطر، وعلى أساس يبدأ بالظهور والإنتاج. في الفيديو القادم أو في المرحلة القادمة إن شاء الله راح نصور بداية ظهور الدبابيس والإنتاج. ولن تنسونا من اللايك والسبسكرايب والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.